كيف يعني؟ امبارح بعدنا دافع 20,000، كيف فجأة صار في 7,000 دولار زيادة؟ يا أستاذة أميرة، عم قلك صار في مضاعفات بعد العملية، واضطروا يعطوا للمريضة أدوية وأنتيبيوتيك زيادة، مشان هيك عم يكبر الحساب. أدوية وأنتيبيوتيك ب 7,000 دولار؟ معقول؟ ستنا اسمعيني شوي، حضرتك صرت دافع 20,000 دولار، مزبوط؟ مزبوط. صار في مضاعفات بعد العملية، يعني هي 7,000 دولار زيادة. وفي حال تقرر إنه في عملية تانية، هي 25,000 دولار. 25 و7 يعني 32,000، بس حاليا في عليك كسر 7,000 دولار، وهي الفاتوره منها ادويه وانتيبيوتيك وسيرم واقامه و و و. في حال تقرر انه رح ينعمل العمليه الثانيه، انت مجبوره تدفع ال 25,000 دولار اليوم قبل بكره.